إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الذي يتحدث عن العقيدة الصحيحة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، ونقلها عنه الصحابة الكرام للتابعين، ونقلها التابعون لأتباعهم، فتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية لا تقتضي أن لا يكون في أحد القرون شخص شاذ عن الجماعة، فإن بعض البدع والانحرافات قد وقعت في أواخر عهد الصحابة وفي عهد التابعين، ونحن نعرف أن ذي الخويصرة التميمي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضيض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فكون يحصل شذوذ في هذه القرون لا يزيل عنها الخيرية، لكن الخيرية في اجتماعهم وفي إجماعهم على تلقي العلم الصحيح والدين الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما أجمع عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على الملة الحنيفية البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن أراد النجاة والفلاح والنجاح فعليه أن يحرص على أن يأخذ دينه من هذين المصدرين العظيمين: الأول كتاب الله وهو كلامه سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والثاني هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، والثالث هو إجماع القرون الثلاثة المفضلة على العقيدة الصحيحة. ولهذا لما حدثت البدع في آخر الزمان بقدر من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ولله الحكمة البالغة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ وهذا من فقه الصحابة
عندما سألوا عن الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من سار على الطريق الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تعظيم القرآن وتعظيم الوحي وأخذ الدين منه، فإنه على سبيل نجاة. ومن انحرف ذات اليمين أو ذات الشمال فهذا سبب الهلاك. ومر معنا لماذا المؤلف ألف هذا الكتاب، لأن البدع كما ذكرت لكم حصلت قبل زمن المؤلف بسنين عديدة، فهي في كل عصر يحدث بدع، لكنها انتشرت ونصرها أصحاب سلطان، نصرها أصحاب سلطان ونشروها بقوة السلطان في المجتمع الإسلامي. فلم يكن أمام شيخ الإسلام ابن تيمية بد من أن يبين الحق الذي يعلمه، ولو راحت في سبيل ذلك روحه، وكادوا أن يقتلوه حقيقة، وسجن ومات في سجنه، لكنه بعد أن ألف هذه الكتب العظيمة التي نقلها عنه أهل السنة والجماعة الذين اقتنعوا بما ذكر لهم، وسبب الاقتناع هو أنه بيّن لهم الأدلة، بيّن لهم الأدلة الواضحة، فإن الإنسان لا يحق له أن يتبع شيئا من غير دليل، لا يتبع قول كل أحد، لا بد أن يبحث عن الدليل فيما قاله الشخص. هل عنده آية من كتاب الله؟ هل عنده سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل عنده إجماع من السلف؟ ولهذا رأينا المؤلف في هذه العقيدة جاء بالكتب التي نقلها، كتبها العلماء الأوائل لنقل هذه العقيدة الصحيحة، فذكرها، ذكر كتب كثيرة جدا، وكان من أعظم ما ناقش في هذه العقيدة مسألة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، فإن الله له علو المنزلة وله علو الرتبة وله علو الذات. ومر معنا في الدرس السابق أن الصفات لله سبحانه وتعالى يسير العبد المسلم فيها على طريق إثبات الذات، فكما يثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، لأنه سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت له أيضا صفات لا تشبه الصفات، فما ذكره الله عز وجل من صفاته هي لا تشابه صفات المخلوقين. ومر معنا قول الإمام مالك وغيره وهو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة بأن الكيفية، تحديد الكيفية لصفات الله لا يمكن، لأن معرفة الكيفية تحتاج أن يعرف العبد، أن يرى العبد، والعبيد لم يره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وليس له نظير ولا مثيل حتى يقيسوه عليه، ليس له مثيل ولا نظير، وكل ما جاء من صفات الله فله الكمال المطلق، أعلى الكمال فهو لله عز وجل، وهو سبحانه منقص منزه عن النقص والعيب.
فكل عيب أو نقص فإن الله منزه عنه، وكل كمال فالله أولى به، ولهذا كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص، فإن بعض الكمال في المخلوق يلزم منه نقص، لكن الكمال الذي لا يلزم منه نقص فالخالق سبحانه أولى به. فذكر كلام أهل العلم ورد على المنحرفين الذين ينكرون علو الله على خلقه الذي تشهد به الفطرة وتشهد به الكتب السماوية السابقة ويشهد به القرآن والسنة. ولهذا أعظم العلماء النكير على من أنكر علو الله عز وجل، ولولا الشبهة التي قامت عند بعض الناس بسبب التعليم المنحرف الذي علمه رؤساء الفرق لأصحابهم، ولذلك لما قال العلماء من أنكر العلو فهو كافر، كفروا من أنكر العلو لأنه مصادم للأدلة والإجماع، لكن عند بعض الذين أنكروا شبه رباها عليهم أتباعهم وكبراؤهم الذي تلقوا منهم العلم واعتقدوا أنهم أهل علم، وبعضهم عنده علم كثير لكنه انحرف في هذه المسألة، والعصمة بيد الله عز وجل. فلا شك أن بعضهم له كتب في التفسير، وله كتب في الحديث، وله كتب كثيرة، لكنه بهذه المسألة انحرف بسبب أنه وجد كتب لشيوخ يعظمهم أنكروا هذه المسائل. ولذلك المؤلف ذكر الفرق التي زلت في هذا الطريق، فذكر المعتزلة وهي من أشنعهم، وذكر الأشاعرة، وذكر الماتريدية، وذكر الكلابية، وذكر الكرامية، وهذه كلها عندها انحراف في العقيدة وهي متفاوتة في هذا الانحراف. وأرداؤهم الحلولية، وما معنى الحلولية؟ الذين يظنون أن الله حال في الكون أو حال في الأرض أو حال في الأشياء، والله كبير لا يمكن أن يحل في هذا، في هذه الأمكنة لا يمكن، ويلزم من إثبات الحلول هذا أن يعتقدون أنه حل في الأماكن النجسة والأماكن القذرة والعياذ بالله، فهذه أردى عبودية، أردى عقيدة وهي عقيدة الحلولية. وهذه الشبهة التي قامت عند هؤلاء المنكرين تجدهم يعبرون عنها بعبارات مجملة، فيقولون إن الله منزه عن المكان، وهذه عبارة مجملة لما يقولون أنه منزه عن المكان، فإن أرادوا أنه مكان يحويه ويحصره فالله أكبر من ذلك، الله لا يحصره مكان، الله مستو على عرشه فوق سمواته. ولذلك أشار المؤلف هنا إلى الكرسي وبين أن الكرسي كحلقة في أرض فلاة، من عظمة الكرسي
وهذا الكرسي كحلقة في أرض فلا هو المرقاة التي أمام العرش، كما قال السلف إنه موضع القدمين للرحمن. أما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، العرش لا يقدر قدره إلا الله من عظمته. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام على هذا الموضوع هنا ذكر الذين كتبوا عن العلو وعن إثبات الاستواء على العرش عند أهل السنة، ثم ثنى بالقدماء من الصوفية، لأن الصوفية ليسوا على درجة واحدة من الانحراف، فالأوائل من الصوفية كانوا يثبتون العلو لله عز وجل، ويثبتون أن له عرش، فهو يحتج عليهم. فإذا وجدتم عبارات يحتج بها من كتب الصوفية فهذا ليس إقرار لهم ولا تسليم بطرائقهم، وإنما يذكر هذا حجة على أتباعهم، يقول أوائلكم كانوا يثبتون العلو. ولهذا نراه هنا عندكم في الصفحة 227 يقول: قال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. قال الإمام، يعني إمام للصوفية، والعارف هذا مصطلح عند الصوفية، ولذلك هو لما ذكر الصحابة ما قال عنهم العارف، لما ذكر الخلفاء ما قال أبو بكر العارف ولا قال عمر العارف، وهم عندهم مصطلح كذا يصطلحون عنده أنه يسمونه العارف، فهو ذكر المصطلح الذي ذكروه، وهذا ليس تسليم منه بهذا المصطلح، لكنه مصطلح عندهم للمتمكن في العلم عندهم عند الصوفية. فهو هنا ذكر أنهم لم ينكروا العلو ولم ينكروا العرش كما فعل ذلك المتأخرون. فقال عن هذا شيخ الصوفية في حدود 104، قال: أحببت أن أوصي أصحابي، هو هذا الشيخ العارف يكتب يقول: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، والحكمة تطلق على السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون. انظروا، ذكر 4 أشياء صحيحة، هذا 4 الأشياء التي ذكرها هي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكان الأوائل من الصوفية السابقين يؤمنون بهذا، وهذا شيخهم في حدود القرن الرابع يوصي أصحابه بما عرفه من الحق السابق. فقال فيها: إن الله استوى على العرش. طيب، وأهل الكلام والفرق التي ذكرناها لكم سابقا لا يؤمنون بالاستواء الحقيقي على العرش،
وإنما يؤولون الاستواء بالاستيلاء، ويؤولون العرش بالملك. فلما تقول استوى على العرش يقولون استولى على الملك، فليس عندهم عرش عظيم كبير له قوائم تحمله الملائكة، هذا لا يؤمنون به، وإنما يقولون العرش عبارة عن الملك، ولا يؤمنون بأنه سبحانه صعد على العرش واستوى عليه، وإنما يرونه استولى على الملك. وهذا يسمونه عندهم التأويل، وهذا الذي مر معنا في درس سابق أنهم يقولون مذهب الخلف، الذي يعنون بالخلف أنفسهم، هم الخلف لأنهم خلفوا بعد الصحابة وبعد التابعين، فيقولون مذهبهم أعلم وأحكم، مذهبهم أعلم وأحكم، يعني أفضل من مذهب القرون الثلاثة المفضلة، وهذا لا يمكن أن يقبله إنسان عنده عقل. يعني إذا كان مذهب الصحابة ومذهب التابعين وأتباع التابعين ليس فيه علم ولا حكمة، فكيف جاء عند هؤلاء علم ولا حكمة؟ ولكنه الشيطان والعياذ بالله يعني يزين للناس البدع وتنتشر فيهم انتشار النار بالهشيم. وأيضا لما قال أنه بائن من خلقه، هذا ضد الحلول، بائن من خلقه يعني منفصل من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل، ذاته منفصلة عن ذات خلقه، ليس داخل خلقه، وخلقه منه بائنون يعني منفصلون عنه. وأهل الحلول لا يقولون ذلك، أهل الحلول والعياذ بالله يرونه حال في خلقه، ولذلك يسمون بالحلولية. وهو أكد على ذلك وقال بلا حلول ولا ممازجة ولا مخالطة ولا اختلاط ولا ملاصقة، يعني هو أنكر ثلاثة أشياء: أنكر الحلول، وأنكر الممازجة يعني اختلاطه بالأشياء، وأنكر الاختلاط، وأنكر الملاقصة، الملاصق يعني لاصق بشيء، وهذه هي ليس عنده دليل عليها، ولهذا استدركها الشارع عليه. فكلامه الأول صحيح، بائن من خلقه، قال بائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق، وأن الله سميع بصير، وأنه عليم خبير، وأنه يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. لكن قوله بلا ملاصقة هذه أمر غيبي، والأول أولى الأمر الغيبي الذي لم يرد به نص لا نثبته ولا ننفيه، الأمر الغيبي الذي لم يرد فيه دليل فنحن لا نثبته ولا ننفيه، فهذه دخلت على المؤلف الذي هو الشيخ العارف، هذا شيخ الصوفية، فأدخلها. أما بقية كلامه فهو مستقيم وأثبت النزول، قال ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، يعني نثبت النزول بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل،
فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة والعارفين على هذا. إذن هذا شيخ الصوفية في زمانه حكم على المتأولين للنزول بأنهم أهل ضلال وابتداع. ومن هم المتأولون للنزول؟ لأنهم يقولون نزلت رحمته، ما يقولون نزل الله، يقولون نزلت رحمته أو نزل علمه أو نزل ملك من ملائكته أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة التي لا يدل عليها النص. ومن قال ذلك فإنه قد خالف السلف الصالح بهذا الكلام. ثم جاء بنص آخر قال: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم ابن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل، الفضيل بن عياض المشهور، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ من مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك، لأن جاء أن الله يضحك والضحك، وهذه المباهات أنه يباهي، وهذا الاطلاع اطلع على خلقه كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني هذه عقيدة الجهمية، أن الله لا يزول عن مكانه ولا يتحرك ولا ينزل ولا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء ونحو ذلك. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني ليس لكم أن تحددوا صفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. وأبلغ وصف هو هذه السورة التي هي: قل هو الله أحد، التي وصف الله فيها نفسه، وهي التي قال فيها بعض الصحابة: كان أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أمير على سرية، وكان يصلي بهم، وكان كلما ختم سورة يقرأ قل هو الله أحد، اجتهاد منه. أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن، فكان يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فلما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن هذا الأمير ماذا كان يصنع، فأخبروه، قالوا: نحن رأيناه يصنع شيء لم يصنعه غيره. فقال سألوه: لماذا فعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. يعني يحب أن يثني على الله بما وصف به نفسه. قال: أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة. يعني الله عز وجل
أدخل هذا العبد الصالح بحبه لهذه السورة، وهو أخبر أن سبب المحبة أنها كلها في صفة الرحمن، كلها صفة لله عز وجل. ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق. وشيخ الإسلام هذا ليس ابن تيمية، وإنما شيخ يسمى الهروي، له كتاب في العقيدة اسمه الفاروق. وهذا يدل على أن كلمة شيخ الإسلام ليست خاصة بابن تيمية، وليس الذي أطلقها عليه هم أتباعه، بل هي من قديم معروفة شيخ الإسلام، حتى بعضهم قيل أنه أطلقت على أبي بكر وعمر شيخي الإسلام. ومعنى شيخ الإسلام يعني شيخ في الإسلام، شيخ في الإسلام، ما هو وإلا فإن الرسل أكرم وأبلغ وأعظم من العلماء، لكن كان في العرف الدارج أن من كان عنده علم كثير بالعلم الشرعي يطلق عليه شيخ الإسلام، بمعنى أنه شيخ في الإسلام. وهذا العرف استمر حتى في بعض الدول المتأخرة كالدولة العثمانية، جعلوه منصب سموه مشيخة الإسلام، يعني كالمفتي، يعني كان في الدولة العثمانية عندهم منصب اسمه شيخ الإسلام أو مشيخة الإسلام، وهذا كما تقول مفتي البلد، مشيخة الإسلام يعني كمفتي البلد. فهذا هو المصطلح الموجود، وإلا فلا أحد يتقدم على الأنبياء ولا أحد يتقدم على الصحابة ولا، لكن هذا الإطلاق موجود في الكتب. ولذلك بعض الناس ربما استشكل هذا المصطلح، لماذا يقال له شيخ الإسلام؟ والمراد كما ذكرت لكم أنه شيخ في الإسلام، ليس أنه أعلى درجة في الإسلام، لا، شيخ في الإسلام. وقد يطلقه قوم على شخص وهو لا يستحق، لأن مثلا لما قيل مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية قد أطلقوها على ناس مغالين في الصوفية، حلوليين، منحرفين، لكنه صار كمنصب ديني فقط. فهذا لا يعني مجرد إطلاق لا ينظر إليه كثيرا، لكن شيخ الإسلام ما كان له منصب، ولأنه كان عالم يعني مبرز حافظ، فلما انتشر علمه وكثرت مؤلفاته أطلق عليه الناس شيخ الإسلام، المصطلح الذي هو قد أطلق على الذي قبله. وهذا أيضا الهروي الذي ألف كتاب الفاروق يطلق عليه شيخ الإسلام، وهو في باب الأسماء والصفات إن كان عنده شيء من التصوف فهذا لا يقر عليه، لكنه في باب الأسماء والصفات أجاد، في باب إثبات العقيدة الصحيحة أجاد، وكتب كتابه الفاروق، وقال فيه: حدثني يحيى ابن عمار، حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهاني ابن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن المكي
في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. هو هنا أورد ذلك. كيف يأتيهم بالوسوسة في التوحيد؟ يعني الشيطان عدو للإنسان، فهو يأتيه من كل جانب، من كل باب. وذكر أنه يأتي لهم فيوسوس لهم في التوحيد. قال: ومن أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك، أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها أو التعطيل. فذكر بعد حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله، رحمك الله تعالى. هو يقصد بحديث الوسوسة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. إيش اللي هو صريح الإيمان؟ صريح الإيمان ليس هو الوسوسة، وإنما يتعاظم من يتكلم به، لأنه ما عنده فيه برهان. وذلك أن الشيطان يوسوس له، مثلا يعطيه صفة موهومة عن الله، مثلا يجعله يوسوس أنه طوله آلاف الكيلوات، وأنه من نور كذا ونحو ذلك، كلها أشياء ما عليه دليل. ولذلك يقول العلماء: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. كل ما خطر ببالك، كل ما تصورته ولا ورد في ذهنك صفة محددة وتتعاظم أن تتكلم بها، لأن ما تتكلم بشيء إلا عليه دليل، فالله خلاف ذلك. لأن هذا الذي توهمته إنما هو مبني على مشاهدات لك، مبني على مشاهدات، وهذا الذي مبني على مشاهدات كل هذا وهم وخيال، والله بخلاف ذلك. ولذلك كان الصحابة يتعاظمون أن يتكلموا بهذا، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. قال: وأن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: قال أي لا شبيه له ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أو لم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. يعني اللي يحط في ذهنه صورة لله عز وجل فهذا يهلك بسبب هذا الوهم.
فالشاهد أنه سبحانه لا شبيه له ولا والشبيه والمثل والمثل والنظير والكفو كل من فيه عن الله سبحانه وتعالى. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك، يعني اعتصمت من الشيطان وامتنعت من هذه الوسوسة أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه، فتكذبه، لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، يعني ما استحدث الله عز وجل صفة له لم تكن له سابقا، كل الصفات هو كامل بصفاته ولم يحدث صفة جديدة أو اسما جديدا كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء، وقد كان في صفة أنه سيكون كذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجي، فلم يستحدث، يعني يقصد أن وجاء ربك هذا يوم القيامة، لكن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، يعني يقصد أنه يأتي يوم القيامة، فهذا من صفاته أنه يأتي يوم القيامة. طبعا بعض العبارات مجملة تحتاج إلى إيضاح، ومنها ما ذكره عن الاستواء، فإن الاستواء ما حصل إلا لما خلق الله العرش، الاستواء ما حصل منه سبحانه وتعالى إلا لما خلق العرش، فلما خلق العرش استوى عليه. طبعا هنا الشيخ صالح شارح الفتوى الحموية وفقه الله قال شرحا طويلا هنا، وأنا أرجو من الأخوة قراءته، فإذا أشكل على أحد منكم شيء نتباحث فيه، فإنه أطال الكلام فيما يتعلق لأن الكلام عن العالم الآن الذي يتكلم عن العالم هو هذا يتكلم عن العالم الذي يراه الذي أمامه، لكن قبله عوالم، قبل هذا العالم عوالم، وقبل أن يخلق الله الشمس والقمر الذي عرف بها الزمن، الشمس والقمر الذي بها عرف الزمن، قبله ما في زمن، يعني ما في زمن تستطيع أن تحدده قبله،
أنت الآن تقول ألف سنة، مليون سنة، مليون سنة، هذا بعد خلق الشمس والقمر الذي تحدد بها الشهور وتحدد بها الأوقات، لكن قبل خلق هذه الأشياء فأنت لا تعلم كم المدة. فبقي قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق هؤلاء، هل كان يرزق أحد؟ هل كان يميت أحد؟ هل كان يحيي أحد؟ طيب، إذن هم من عالم آخر قبل هذا العالم، ولذلك ما تستطيع أن تحدد بداية لهذا الكون، هذا أشياء فوق مدارك العقول. فما على العبد إلا التسليم، ما على العبد إلا التسليم، لكنه هو يقرر حقيقة أنه لم يكن سبحانه معطل عن صفاته. إيش معنى معطل عن صفاته؟ يعني لم يمر عليه سبحانه فترة لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يجيب المضطر، ما فيه. فهذا يستدعي أن يكون فيه من هو في حاجة إلى الرزق وفي حاجة إلى إجابة الدعاء إلى غير ذلك. تقول هؤلاء قبل آدم معناته؟ نقول هذا أمر غيبي، لا تخوض في هذا، لكنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله العلو وله أحسن الصفات، وأنه لم يكن في يوم من الأيام معطل عن صفاته. يعني ما كان يوم من الأيام لا يرزق ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر، ما في. وعدد السنين التي يحسبها الناس هذا من بعد خلق الشمس والقمر، هي التي بها عرف الناس الزمن والحساب. هذا ملخص كلام الشارح، وقد أطال فيه الشارح كلاما طويلا، فأرجو من الإخوة الذين عندهم الكتاب قراءة هذا الشرح، وإذا أشكل على أحد منهم شيء نتباحث فيه. ومما ذكر أيضا من أدلة العلو كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهنا فيها إثبات الصعود، فدل على أن الله في العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر أنه سبحانه وتعالى في السماء، والمراد في السماء يعني في العلو. وذكرنا لم نذكره في درس سابق بأن في بمعنى على، يعني في السماء يعني على السماء. وهذا جائز في اللغة أن يأتي حرف بدل حرف، وكان ضرب مثل على ذلك بقول الله عز وجل حكاية عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فقوله في جذوع النخل ما هو معناته يحفر في الجذع ويدخلهم داخل الجذع، وإنما يصلبهم عليه. لكن ما قال على جذوع النخل، قال في جذوع النخل، مما دل على أن هذا لغة عربية سليمة صحيحة ومفهومة من السياق. فأمنتم من في السماء يعني على السماء، وليس السماء التي هي جرم، لأن السماء جرم، منها ما فيها النجوم والكواكب وهي طبقات، والله أكبر من ذلك، لا يمكن أن تحصره السماء ولا أن تحويه السماء. فهذا معنى في السماء. ونقل أيضا عن المحاسب، وهو الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه، طبعا هنا المحاسبي أيضا من شيوخ الصوفية وعليه ملاحظات، والنقل عنه ليس تزكية له،
لكن الكلام الذي ذكره كلام صحيح، فإنه قال لما تكلم على الناسخ والمنسوخ في القرآن ذكر هذا في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، ولا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، وهذا صحيح. يعني الله قال عن نفسه أنه سميع، ما يمكن ينسخ هذا، أنه بصير ما يمكن أن ينسخ هذا، النسخ الإزالة لا يمكن أن يبدلها، فهذا كمال لله لا يزول البتة، فلا يدخلها النسخ. قال إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنيئة سفلى، حاشا لله. فإذا أخبر عن الكمال له فهذا الكمال باقي لا يمكن أن ينسخ. وأخبر أنه عالم الغيب فكذلك لا يمكن أن يقول لا يعلم الغيب وينسخ هذا، فكل صفات الكمال هذه لا يدخلها النسخ. طبعا هو أشار إلى موضوع فرعون، وأن فرعون لما رأى الغرق أعلن الإيمان وقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وبعض الجهلة ظن أنه آمن وأنه من المؤمنين لهذا الإيمان، ولهذا قال فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال يعني هذه ليست ناسخة أنه ما كان يعلم، فهو يعلم المجاهدين والصابرين قبل أن يجاهدوا وقبل أن يصبروا، ويعلم أن فرعون لن يؤمن، لكنه ولذلك لما أمر موسى أن يقول له قولا لينا لكي بس يبذل السبب، يعني فريضة موسى أنه يبذل السبب ويقول قول لين، وإلا الله يعلم أنه لن يؤمن وأن هذا القول اللين لن يؤثر فيه، لكن النبي يعلم أتباعه طريقة في الدعوة وينفذ الأسباب فقط. فيقول إذا رأيت كلام تظن أنه أن العلم منسوخ فيه أو أن ما يتعلق بفرعون منسوخ فيه فاعلم أن هذا الفهم باطل، لأن النسخ لا يدخل في علم الغيب ولا في صفات الله ولا في كمالاته. قال وذكر قال قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه، يعني لما أنجاه الله ببدنه هذا يدل على أنه أنجاه من النار. قال وإنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فهم يظنونه أنه ناجي وقومه غير ناجين، وهذا الظن باطل مردود بنص القرآن وبالسنة وبغيرها. ففسر قال حتى نعلم المجاهدين،
المجاهدين منكم، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، يعني يكون الجهاد معلوم موجود يراه الناس، وإلا فإن الله عالم به لا شك في ذلك، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا، وإن لم يكن وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم هذه الفقرة في الدرس القادم نعيد شرحها إن شاء الله تعالى.